خلينا الآن يا شباب نحل مع بعض الـ Preliminary Problems صفحة 50، هي تابعة على نفس المجموعة من الـ Sections 5 و 6 مع بعض. أول واحد فيهم بيحكي لنا Sketch the following forces on the XYZ coordinate axes show alpha, beta, gamma. إذن هو معطيني F 50 اي هات 60 جي هات ناقص 10 كي هات كيلو نيوتن، ونفس الشيء هذا متجه اخر، يعني مسالتين انا عندي. وطالب شو اعمل؟ ارسم هاي الفورس واحدد الالفا والبيتا والجاما. طبعا عشان احددها صح بدي بالاول ارسمها. فاذا صار السؤال واضح الان. صفحة 50، الآن لو افترضنا زي ما هو متعود يرسم لنا، إنه هذا هو الإكس، وهذا هو الواي، وهذا هو الزي، هيك راح يكون الإكس سالب، هيك الواي سالب، وهيك محور زي سالب. الآن هو بيحكي لي في السؤال إنه إف تساوي 50 اي هات زائد 60 جي هات ناقص 10 كي هات، طبعا كله كيلو نيوتن، مهمناش هسه الكيلو كثير. اوكي، فانا بدي ارسم 50 على محور الاكس تقريبا لهون نعتبرها، و60 على محور الواي الموجب، يعني بدي امشي هيك 60 مثلا هون هيك بهذا الشكل هون، وعلى محور الزي سالب 10، يعني لتحت بتنزل سالب 10، يعني بيكون هيك لهون. شوف هذا الخط اللي انا رسمته موازي لمحور الزي، هاي طولها اللي هي 60 تاعت الواي، هاي الطول تاعها 50، اللي هي نفس الاكس هون، هون 60، هاي 60 تاعت الواي، وهاي بتقابل النقطة اللي هون اللي هي سالب 10. اوكي، لأن المتجه نفسه راح يكون بهذا الشكل من عند الأوريجين لعند النقطة اللي هون، هذا هو F. تمام. الآن الزوايا اللي هو طلبها اللي هي الكوساين أنجلز اللي هي الألفا والبيتا والجاما، حتى نطلعها لو مثلناها على الرسمة، ألفا هي زاوية الفيكتور مع محور الإكس، هاي هي ألفا، والبيتا هي الزاوية مع الواي، والجاما هي الزاوية مع الزي، هاي طبعا كل الموجب، هاي هي جاما بهذا الشكل. فهو بده اياهم عشان نحسبهم، لازم بالاول شو نطلع؟ نطلع مقدار اف كم بتساوي. مقدار اف هي الجذر 50 تربيع 60 تربيع 10 تربيع، فراح يكون الجواب جذر 50 تربيع زائد 60 تربيع زائد 10 تربيع 78.7، طبعا كيلو نيوتن. الآن ألفا عشان نحسبها، كوساين ألفا هي معامل الآي، هي 50 على هذا الرقم 78.7، عشان نحافظ على نفس الرقم، الزوايا بتفرق مرات مع الكسور، خلينا ايش نخزنه هون، هيك احنا خزننا هذا الرقم. طيب الان راح احكي 50 تقسيم انسر، الجواب هو .63 او 64، اذا الفا راح تساوي شفت كوساين 50.6 degrees، هاي هي ألفا. نفس الطريقة كوساين بيتا راح يكون 60 على ألفا ام اللي هي الميموري اللي هي 78، هاي فبحكي 60
تقسيم الانسر بيطلع الجواب بوينت 7.6. اذا بيتا نفسها راح تساوي شيفت كوساين 40.4 ديجريز. الان نفس الطريقة من نطلع جاما، كوساين جاما راح تساوي اللي هي سالب 10 على 78.7. اذا سالب 10 تقسيم الجواب بيطلع ناقص 0.13. اذا جاما نفسها راح تساوي شيفت كوساين الانسر 97.3. لاحظوا انه الزاوية اكثر من 90 الجاما، وهذا كلام منطقي لانه انا باخذ الزاوية مع الزين موجب، فانا عندي من الزين موجب لعند المستوى اكس واي 90 درجة، وبعدين بنزل تحتيها زيادة شوي اللي هي 7 درجات 0.3، هاي هي الزاوية جاما. اذا بهاي الطريقة بنطلع الرسمة بالاضافة للكوساين انجلز. تمام، واضح ليش اسمه كوساين انجلز، لانه بحسبها من خلال قانون الكوساين، لان كلها زوايا ملاصقة للمحور سواء اكس او واي او زي. اوكي، الان فرع بي الاف تساوي، طبعا هون متجه، سالب 40 اي هات ناقص 80 جي هات زائد 60 كي هات. نفس الطريقة نرسم المحاور، هذا هو هون الواي، هون الزي، هون الاكس. هذا السالب سالب، انا بيهمني اذا الاكس السالب، بيهمني الواي السالب بهذا الشكل. فهو بيحكي لي السؤال سالب 40 اي هات، هاي 40 على الاكس يعني سالب، يعني هون راح تكون تقريبا هاي النقطة سالب 40، وسالب 80 على الجي، الجي هيك موجب هيك سالب، سالب 80 يعني هون تقريبا، فهي نقطة التقاطع بينهم تقريبا هيك، هذا الطول 80 وهذا الطول 40، و60 على الكي، كي 60 تقريبا هون، فأنا بدي أطلع هيك بهذا الشكل، يعني هاي النقطة موازية تماما لهاي. تمام، وين راح يكون الآن المتجه؟ المتجه من عند الأوريجين لعند النقطة النهائية، هاي المسافة من هون لهون 60، وهي من هون لهون 60، إذا هذا هو الفيكتور، هذا هو F. لاحظوا إنه زاويته مع الـ Z راح تكون أقل من 90، بس زاويته مع الـ X الموجب ومع الـ واي الموجب راح تكون اكثر من 90، لانه هو جاي في الجهه الخلفيه في الجهه السالبه منهم. لو عيننا الان الكوساين انجلز راح تكون هذه هي الفا وهذه هي البيتا وهذه هي الجاما. تمام، نحسبهم. الاول نحسب اف ابسوليوت فاليو، المقدار راح يكون 40 تربيع 80 تربيع زائد 60 تربيع. أربعين تربيع زائد 60 تربيع زائد 80 تربيع. الجواب 107.7. طيب خلينا نخزن هذا في الميموري، بس نمسح الأول يعني. ألفا، أنا بعمل شيفت مع الميموري اللي هو الناقص هاي، فهيك التغت من الميموري. نعيدها بشكل سريع، جذر 40 تربيع اللي هي 1600، 80 تربيع 6400، 3600 اللي هي 60 تربيع، فالجواب يطلع 107.7. نعملها ايش؟ تخزين، هيك خزناها في الميموري. تمام، هلا كوساين الفا راح يكون كوساين بيتا كوساين جاما. كوساين الفا راح يكون سالب 40 على 107، البيتا
سالب 80 على 107، والجاما موجب 60 على 107، سالب 40 تقسيم أنسر، الجواب سالب 0.37، وسالب 80 تقسيم الأنسر سالب 0.74، وستين تقسيم الأنسر ميموري راح يكون الجواب 0.55 أو 56. تمام، شيفت كوساين راح تكون قيمة جاما بتساوي 56.15، شيفت كوساين للسالب 0.74 تساوي 137 اللي هي البيتا 0.7، شيفت كوساين للسالب 0.37 بالمية الجواب هو 111.7. تمام، هيك طلعنا الثري انجلز اللي عندنا. اوكي، سؤال مهم نعرف كيف نرسم الرسم، كثير سهل زي ما شفنا. شوف الان البروبلم 2 4 صفحة 50، هذا السؤال اللي بحكي لنا in each case establish if as a Cartesian vector. في الحالتين اللي عندنا، في عندنا حالتين، في كل واحدة منهم بدي أعبر عن ال if as a Cartesian vector، يعني i hat j hat k hat، and find the magnitude of if، بده ال absolute value المقدار اللي هو الجذر، and the direction cosine of beta، بده beta لحالها. تمام، فالشكل اللي عندنا إذا بنتأمل فيه يا شباب، هذا محور ال x، هذا ال y، وهذا ال z، لأن هذا هو المتجه F اللي أنا بدي إياه. لاحظوا إنه الإف من راسه لعند المتجه لعند المحور Z المسافة هاي هي 2 كيلو نيوتن. لما ننزل خط في الوسط هون، لاحظوا إنه هاي النقطة واقعة وين؟ واقعة في منطقة Y السالب و X السالب، وبالتالي X والواي رح يكونوا نيجاتيف، بينما Z رح تكون فوق، رح تكون بوزيتيف. قيمة الزد خلاص واضحة 2 كيلو نيوتن. أن هذا اللي هون لو فرضت أنا مثلا إنه هاي الزاوية اسمها فاي، هذا الضلع شايفينه، هذا الضلع اللي هون شو راح يكون؟ راح يكون هو عبارة عن إف في ساين فاي، لأن هاي إف ساين فاي لما أخذ لها الكوساين ثيتا، ثيتا مع الإكس أكسس هون راح يعطيني 4 كيلو نيوتن، طبعا سالب لأنها على الإكس السالب، ولما أخذ لها الساين بعيد عنها راح تطلع لي الواي اللي هون، ولهذا هو معطيني المركبات جاهزات الكومبوننتس. فكل اللي انا بقدر اعمله بكل بساطه اني احكي انه الاف هي الاكس تاعتها اللي هي سالب 4، هي الواي تاعتها اللي هي سالب 4 لان على نيجاتيف واي، والكي تاعتها اللي هي موجب 2، فهو متجه جاهز. اذا هاي الحاله ايه؟ اف تساوي الاكس سالب 4 اي هات، والواي سالب 4 جي هات، والزي اللي هي 2 موجب 2 كي هات، كله ايش؟ كله كيلو نيوتن، كيلو نيوتن. تمام، لان هو بيحكي لي انه اكتب الاف عبر عنها بالكارتيزيان فيكتور، كتبناها and find the magnitude of f and the direction cosine of beta. بده الماجنيتيود، الماجنيتيود هو f مطلق، هاي راح تساوي الجذر الأربعة تربيع 16، أربعة تربيع 16، اثنين تربيع اللي هي أربعة، طبعا كله كيلو نيوتن، راح يطلع الجواب 32، وأربعة 36، جذرها اللي هو 6 كيلو نيوتن، هاي هي F. لأنه هو بده بيتا، فبنحكي إنه كوساين بيتا راح تساوي البيتا اللي هي سالب 4 على 16، طبعا في كيلو هون وفي كيلو هون راح يلغوا بعض، بطلع الجواب سالب ربع. اذا بيتا نفسها راح تساوي
شفت كوساين للسالب ربع 104.48 أو 104.5 ديجري. هاي هي بيتا. تمام، هذا المتجه الأول. المتجه الثاني لو فرع بي بهذا الشكل x y z، تبو هذا هو المتجه f، فمركبته على z على طول هي قيمتها 10، لأن الضلع اللي في المنتصف بين ال y وال x لما نحلله راح يعطيني 20 باتجاه ال x الموجب و20 باتجاه ال y الموجب. إذا x موجب y موجب والz راح يكون تحت اللي هي سالب، وبالتالي راح نحكي الآن مباشرة إن المتجه f راح يكون 20 i hat زائد 20 j hat، والزي راح تكون نيجاتيف ناقص 10 k hat. ولاحظوا إنه هون نيوتن ما في كيلو نيوتن، بدي أنتبه. الآن بدي الأبسوليوت فاليو f مطلق راح تكون جذر 20 تربيع 20 تربيع 10 تربيع. ال 20 تربيع 400 و400 800 زائد 100 900، جذرها 30، فالجواب هو 30 نيوتن. إذا هذا هو طول المتجه اف، راح يكون 30 نيوتن. الآن بدي الدايركشنال كوساين بيتا. نحكي الآن إنه كوساين بيتا يساوي مقسوم على قيمة الاف اللي هي 30، لأن كم معامل الجي اللي هي 20 موجب 20 على 30، وبالتالي بيتا راح تطلع بتساوي كوساين انفرس الثلثين. شفت كوساين 2 تقسيم 3، الجواب هو 48.2. هذا كان السؤال الثاني. السؤال الثالث في هاي المجموعة من الأسئلة اللي هو رقمه 2-5 بحكي لنا show how to resolve each force into its x y z components، يعني ورجينا كيف راح تحلل كل قوة لل x وال y وال z components المركبات تاعونها. set up the calculation used to find the magnitude of each component، يعني ورجي الحسابات راح تعملها لإيجاد كل مركبة. أوكي، لأن الرسمة الأولى اللي عندنا لو رسمناها إحنا من باب التوضيح، لأنه هو المنطقة الغامقة مش عشان التصوير مش كتير واضحة، لو إحنا عندنا رسمها راح تكون كما يلي. هاي المحاور الثلاث، المتجه هيك جاي، F تساوي 600 من رأس المتجه F لعند Z هون، هاي الزاوية هون 45 درجة، في هذا نازل لهون هيك، ففي جزء هون اللي هو موازي للإكس، في جزء موازي للواي بهذا الشكل من تحت رأس المتجه. تمام، فهو بيحكي لنا في الرسمة إنه هاي الزاوية اللي هون هي 20 درجة. هاي الرسمة حتى نقارن بشكل واضح، الزاوية مع الزي 45 هون 20 درجة بين الخط اللي في المنتصف مع الواي اكسس،
والاكس طبعا هتكون الزاوية 70 درجة لأنه مجموعهم بين الواي والاكس هي 90، والاف بتساوي 600 نيوتن. والمطلوب الآن نطلع ال 3 components x y z components. تمام، نبدأ بال z component لأنه الزاوية مباشرة بين f وبين z، فبنحكي إنه كوساين 45 هي اف زد هون تساوي اف في كوساين 45. عملية تحليل عادية، اف اللي هي 600 في كوساين 45 واحد على جذر 2، راح يكون الجواب 424.3 الوحدة هي نيوتن. اوكي، الآن نيجي على هذا الجزء اللي هون، هذا خلينا نسميه اف برايم. اف برايم فبنحكي انه اف برايم واضح انها كانه هذا اكس وهذا واي مثلا، فالواي الزاويه 45 معها الاكس راح تكون زاويه مكملتها اللي هي برضه 45، فراح تكون بس اف مش كوساين، راح تكون ساين ال 45 درجه، واللي هي نفس الناتج الكوساين اخو الساين في حاله ال 45 درجه 424.3. لان اف برايم هاي بدي احللها، زاويتها مع الواي معطاه 20 درجه، فراح تكون اذا اللي هون هذا الضلع اللي هون، هذا الضلع راح يكون عبارة عن f برايم في كوساين العشرين، واللي هون راح يكون f برايم في ساين العشرين، لأن العشرين مع الواي، فالواي بتكون هي الكوساين. إذا راح تكون f المتجه f نفسه y بيساوي f برايم اللي إحنا طلعناها اللي هي 424.3 في كوساين العشرين. إذا هذا الناتج اللي هون مضروب في كوساين العشرين، الجواب راح يكون 398.7. لو رجعنا هاي 600 تقسيم جذر 2 424 اللي هي f برايم عشان نحسب منها ال f x بدقة، راح تكون 424.3 في ساين العشرين. إذا هذا الرقم ضرب ساين العشرين راح يكون الجواب 145.1 نيوتن. إذا المتجه f نفسه الفيكتور f بيساوي 424 ساين اللي هي 145.1 i hat زائد 398.7 j hat زائد 424.3 k hat. هذا فرق، هيك عبرنا عن الكومبوننتس وعبرنا عن المتجه نفسه. تمام، الآن نشوف فرق بي، نفس الفكرة، كلهم نفس الفكرة. فرع بي الاكس هون الواي هون والزي هون في المتجه جاي جهة الزد الموجب، يعني فوق، لو اعتبرت الاكس واي بلين هذا هو السطح، فهو الزد جاي فوق، الاف جاي فوقه. لكن ينتبه هون انه المتجه جاي في منطقة الواي الموجب بس الاكس السالب خلف هون، هاي جاي على الاكس السالب، لانه هذا المتجه كامل هذا شايفينه، هذا هو الاكس السالب امتداد المتجه المحور اكس، وهذا واي الموجب. فهاي النقطة هون اللي جاية تحت رأس المتجه تقع على الاكس واي بلين في الاكس السالب والواي الموجب. تمام، يحكي لي هو انه 5 4 3 هذا الضلع اللي هون، وبالتالي بقدر انا اطلع هاي الزاوية اللي هون اللي هي نفس الزاوية اللي هون، هاي الزاوية مطلعها من خلال الكوساين او ساين او التان، اللي هي نفس الزاوية لانه هذا المثلث بيلتقي مع هذا المثلث في تشابه بينهم. فاذا لو حكينا ناخذ مثلا تان ثيتا اللي هي 3 المقابل على المجاور 3 على 4، فبنحكي شيفت تان 3 تقسيم 4 الجواب 36.9
36.9. إذا هاي الزاوية اللي هون هي 36.9 ديجري. أوكي. أيضا بحكي لي هون إنه هذا الضلع 5 اللي هو هذا الضلع اللي هي F prime نسميها. هاي هي F prime. فF prime هاي الزاوية اللي هون، هاي المنطقة اللي مش مبينة من السواد اللي هي نفس الزاوية هاي. فلو أخذنا التان أيضا، تان هاي الزاوية رح يكون 3/4، حيطلع إيش تان إنفرس نفسها 36.9 ديجري نفس الزاوية. تمام. الآن بقدر أحلل، فمن يحكي الزي أكسس هو هاي الزاوية بدي أخذها ساين ولا كوساين. شباب لاحظوا انه هذا هو الزي، والزاوية مش مع الزاوية الاخرى، فانا باخذ عشان احسب الزي كومبوننت بدي اخذ ساين هاي الزاوية، الساين تاعها. وبالتالي راح نحكي الان نكتب هيك زد تساوي اف نفسها اللي هي 500 لكن في ساين الزاوية، ومبين من هون انه ساين الزاوية هو 3/5 المقابل على الوتر. راح يطلع الجواب 500 ضرب 3/5 يعني 300. هاي هي اف زد اللي هي هاي، هاي هي اف زي. هذا الضلع هو اف برايم. اف برايم هاي راح تكون بتساوي اف نفسها بس ايش مركبتها اللي جايه لتحت مع الزاويه، يعني راح تكون اف في كوساين ثيتا اللي هي 500، لان كوساين ثيتا من المثلث، الكوساين هو المجاور على الوتر، ضرب 4/5. طبعا 500 على 5 اللي هي 100 في 4 400. هيك عرفنا اف برايم كم بتساوي. اوكي، لان هاي الزاويه اللي هون هي ثيتا، وبالتالي هاي المركب اللي على الواي جايه راح تكون اف برايم في كوساين ثيتا، والكوساين ثيتا هو 4/5، يعني راح يكون 400 ضرب 4/5. أي بينما الضلع اللي هون جاي شايفينه هاي المنطقة اللي هي على الإكس أكسس اللي هي مركبة إكس، هذا محور الإكس اللي هون اللي هو امتداد الإكس، إكس السالب هذا. فلما نحلل إحنا هاي لغاية هون راح تكون هذا الضلع هو إف برايم اللي هو المتجه الأصلي في الزاوية، لاحظوا مع الواي، فأنا بدي أخذ الآن الإكس فبدي أخذ ساين الزاوية، دائما اللي مع الزاوية هو الكوساين، فراح تكون إف برايم هاي اللي هي الاف اكس في ساين ثيتا، والساين اللي هو ساين هاي الزاوية هو المقابل على الوتر 3/5. اذا 400 ضرب 3/5، 400 تقسيم 5 اللي هي 80، 80 ضرب 3 240، 400 تقسيم 5 80، 80 ضرب 4 320. هيك بنكون طلعنا هاي هي اف واي المركبات كلها، بس دي انتبه انه اف اكس هون شمالها سالبة. اذا راح يكون المتجه اف في هاي الحالة يساوي سالب 240 اي هات زائد 320 جي هات، وزد لي 300 زائد 300 كي هات بهذا الشكل. تمام. نشوف الآن السؤال الثالث. السؤال الثالث أو فرع، يعني فرع سي هون. فرع سي بيحكي لنا إنه في عندي F بتساوي 800 نيوتن، ويقع باتجاه زد الموجب، لكن لما الإسقاط تاعه على الـ XY plane جاي في جهة الـ X الموجب بس في جهة Y السالب بهذا الشكل. فحتى نحلله نفس الطريقة، معطيني هو الزاوية مش مع الزي المكمل لها مع المستوى الإكس واي. إذا هون شو راح تكون الإف زي؟ راح تكون هي إف نفسها اللي هي 800 في ساين الزاوية في ساين 60. هاي اللي هون هذا الضلع هذا اللي هيك شكله، هذا إف برايم. إف برايم هو نفسه الإف راح يكون لكن مضروب في كوساين الستين. كوساين الستين
لأن هاي إف برايم تتحلل زاويتها مع الإكس هي 30 والزاوية مع الواي اللي هي متممتها. فهذا الضلع اللي هون اللي هو إف إكس شو راح يكون؟ راح يكون إف برايم في كوساين 30، واللي هون هاي اللي هي على الواي بس نيجاتيف شو راح تكون؟ راح تكون إف برايم في ساين 30، ساين 30 بس دي انتبه هنا راح تكون ايش؟ راح تكون نيجاتيف. اذا الزد والاكس موجبات بس الواي راح تكون سالب. لو حسبناهم بشكل سريع اف زد راح تطلع 800 في ساين 60 400، سوري كذا 30 692.8 هاي اف زد. هسا اف كوساين الستين هاي راح تطلع بتساوي 800 على 2 لانه كوساين الستين نص راح تكون 400. الان 400 في كوساين الثلاثين بعطيني الاكس، 400 ساين الثلاثين بعطيني الواي، اذا هاي راح تساوي سالب 400 في نص اللي هي سالب 200، هاي راح تكون 400 في كوساين الثلاثين. الجواب هو 346.4. اذا اف نفسها راح تكون 346.4 اي هات، الواي زي ما قلنا ناقص 200، جي هات الزد موجبه زائد 692.8 كي هات. هذا يا شباب حل البريليمينري بروبلمز المتعلقة بسكشن 2 5 و 2 6. خلينا نشوف نفس السكشن نشوف الفاندمنتال بروبلمز اللي عليه.